بلادي عائلة خوايا وأخوك عن يشوها جماهير حاصرتوها جماهير حاصرتوها جماهير حاصرتوها جماهير حاصرتوها من كازا الحسيمة من كازا الحسيمة. حنا دابا خارجين كنودعوا المعتقلين، هو الواحد اللي جالس يعني ما قدش يوقف على رجليه، امر طبيعي. 37 يوم ديال الاضراب عن الطعام، 5 ايام ديال الاضراب عن الماء، فين باغيين يوصلوا؟ مع العلم اصلا هذا الاضراب عن الماء راه استفزاز ديال الاداره هي اللي دخلته. قبل ما يحكموا عليهم مشى عنده مدير قال له اللي حدينا راه مازال ماشي راكم في الحبس، الحبس غادي تشوفوا نهار غيصدروا الاحكام. وفعلا نفذ الوعد ديالو بمجرد ما صدروا الاحكام، خصوصا هو ما بغاش يستأنف الحكم، مشى كيضغط عليه السي اللي غتوقع عليه الاستئناف ديال الحكم، ما بغاش يوقعوا، قال له راه الا ما وقعتيش غنحيد لك التليفون. الطبيعه ديال خويا يعني اصلا ما كيقبلش شي واحد يبتزو، قال له حيدو. ولكن راه خصك تعرف واحد الحاجه، راه الا حيدتي له التليفون حسبني مضرب عن الماء. صافي بمجرد حيد له التليفون نهار الخميس، الجمعه قال له انا مضرب عن الماء، اللي حد ما كيتصل ما والو، تجاهل تام ديال الحاله الطبيعيه ديالو، يعني ما كيزور ما كيراقبوا لا صحه وضع صحي، ما كيزوروا لا وكيل مالك، يعني بحال السيد ماشي مضرب نهائيا. بالاكثر من هذا السيد خارج لينا بلاغ قال لك لا راه ما عندي حتى شي واحد مضرب. ومؤخرا هاد يومين كنتصدموا بان السيد داو لوبيطال، غيديوه لوبيطال يعني باغيين يديروا لي لاخر السيروم، قال لي ما رفض، قال له ما غنديروش. رجعوا تماني ثلاثة سوايع ما وصلش تما، ما داروا ليه والو، رجعوا لاخر، رجعوا للحبس. اي حاجه ممكن غتوقع لخويا رابع الدرجة الاولى راه كيتحمل المسؤوليه المباشره مدير ديال السجن، هو اللي يعني اصلا خصوصا اضراب عن الماء، كاع ممكن تقبلوا اضراب عن الطعام واخا عنده خطوره، مع هو ديجا خد اضرابات عن الطعام، ولكن اضراب عن الماء هذه صعيبه. 5 ايام يعني من غير هذا الشيء حملوا لنا رساله اخرى، كيتمنوا المتعاطفين معهم المؤمنين بالقضيه ديالهم ينجحوا المسيره ديال 8 يوليوز، كيوجهوا خطاب لجميع اطياف المجتمع يخرجوا بغض النظر، يعني ما نسخوش معاهم كيقول لك كيتمنوا، وماشي غير هو، جميع المعتقلين خصوصا كنتكلم على الجناح 4 كيتمنوا ينجحوا المسيره ديال 8 يوليوز، وكيدعيوا المسيره في الرباط 15 يوليوز خصوصا بالسميه ديال المعتقلين ديال الجناح 4. بخصوص ثلاث محاور اساسيه قاموا يعني المعتقلين بإبلاغنا من أجل إيصالها للصحافة الوطنية، أولها استمرارهم في معركة الإضراب عن الطعام نظرا للمضايقات التي تعرضوا لها والمتمثلة في منعهم من الاتصال مع عائلاتهم مباشرة بعد صدور الأحكام، بعدما كان المعتقلون يتمتعون بهذا الإجراء البسيط. كذلك هم بخصوص أخي نبيل الذي يتواجد بزنزانة انفرادية ومحروم من رفاقه نظير هذا الإضراب عن الطعام واتهامه من طرف الإدارة السجنية على أنه يحرض باقي رفاقه على خوض هذه المعركة، وبالتالي هم مصرون على مواصلة هذه المعركة لأنها معركة تخص يعني حقهم الطبيعي من داخل معتقلاتهم، وهو تمكينهم من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم. المسألة الثانية أو المحور الثاني هو الدعوة إلى المشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم 8 يوليوز من هذا الشهر والذي يصادف يوم الأحد، وإنجاح هذه المسيرة ودعوة كل الأطياف والعائلات من أجل الحضور بكثافة والتعبير بصوت واحد لإدانة هذه الأحكام الجائرة. المحور الثالث وهو
كذلك لا يخلو أهمية عن باقي المحاور، وهو دعوتهم لعموم الشعب المغربي بمختلف أطيافه السياسية النقابية الجمعوية المدنية وكل المتضامنين معهم وكل المؤمنين بعدالة قضيتهم إلى المشاركة باسمهم في مسيرة وطنية يوم 15 يوليوز بمدينة الرباط، ويهيبون إلى عموم الشعب المغربي وكل الأحرار عبر ربوع الوطن إلى الحج الأكبر في هذا اليوم الذي اختاروا له من الشعار جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف. بدر الدين واخا دا عامين ديال السجن النافذة، مي تأزم لأن الإخوان ديالو دارت في حقهم أحكام جائرة وقاسية. هو بيدو الحكم ديالو ما تقبلوش، لأنه هو مؤمن بالبراءة ديالو كما مؤمن بالقضية ديالنا، وهي المطالب اللي هي عادلة ومشروعة. كيقول لك حنا ماشي هذا هو الحكم اللي كنا كنستناو، حنا كنا كنستناو هو أننا حنا نعتنقوا الحرية ديالنا وغنخرجوا بالبراءة ونخرجوا التصفيقات مورانا، ولكن للأسف القضاء ما قالش الكلمة ديالو في صالح ديالنا. ولكن مازال عندنا الأمل أن هيكون الخير إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإحنا بدورنا كعائلات مازال عندنا الأمل. كان كيقول لك بأنه يعني ما يمكنش يتدخل شي واحد لأن القضاء مستقل، ولكن أنا مؤمنة بأن القضاء ماشي مستقل، ومع ذلك متشبتين بالأمل. لأن محد الإنسان باقي في الدنيا ضروري خصو ما يتشبت بالأمل ديالو، وكنستناو ملك البلاد يقول كلمة ديالو في هذه الأحكام حتى هو، ويقول كلمة ديالو في الأبناء ديال الشعب ديالو. إضرب مفتوح، منعوا لهم التليفون هذاك الشيء باش دخلوا في الإضرب عن الطعام مفتوح. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.